انا بدي اصدقك يا زلمه، هذا انت كل الدايت اللي في الحياه بتقول لك لا تاكل دهون، انت جاي تحكي لي كل دهون؟ طبعا بقول لك كل دهون. زلمه معقول؟ زلمه هذا كل دهون يا زلمه معقول؟ انت هذا بتحكي لي هذا دايت؟ يس هذا دايت، هذا دايت. انا عم باكل اي، انا قاعد بطلع لك هذا الحكي من الثلاجه. شكله الكل جرب انواع الرجيم اللي هو بيعرفها، وجرب يعمل رجيم ما زبط، او حب ينزل قدر معين من الكيلو جرامز لكن وصل لمكان معين وما قدر يكمل. مرحبا جميعا. التفاعل كان يعني صراحه ما توقعت انا هيك، يعني ما توقعت انه كل هذا العدد اليوم حابب يعرف ايش ممكن يعمل. لاقى انه فرصة، ما دام الفيديو راح تنزل فهو حب انه يعرف اكثر عن هذا الموضوع. ايش يعني كيتو؟ اليوم انا جاي احكي لك شو يعني كيتو، او شو هو الدايت المبني اللي انا عملته اللي هو اسمه كيتو. الكيتو حكيت لك انا في الفيديو الماضي انه هو عبارة عن الرجيم المبني على زيادة نسبة الدهون في الوجبة. يعني اذا انت بدك تاكل وجبة معينة لازم يكون فيها نسبة الدهون من 70 لـ 75%، على حساب الأشياء التالية: البروتين بده يكون 20%، والسكر بده يكون 0%، والكاربس أو الكربوهيدرات بده تكون 5%. شو اللي قاعد تحكيه وشو يعني هذا الحكي؟ الحكي هذا معناته إنه أنت راح تطلع من حياتك مجموعة شوي كبيرة من أنواع الأكل اللي حتوصل للتارجت اللي أنت بدك إياه. إذا أنت شخص بحب اللحوم، وإذا أنت شخص بحب الدهون، وإذا أنت شخص بحب الدجاج اللي هو أنا طبعاً هذا الشخص، بحب اللحوم والدهون، بحب وبحب كمان السي فود، فكان إشي كثير مناسب هو هذا الدايت اللي أنا عملته، واللي كان لايف ستايل لمدة لغاية الآن هو 6 شهور، لغاية إني أوصل للوزن اللي أنا بدي إياه، وإني أحافظ على الوزن اللي أنا وصلت له. طب هل أنت راح تأكل هذا الحكي؟ طبعا لا، اكيد كنت باكل اشياء ثانيه. خلينا نعرف اليوم ايش الاشي اللي نحن ممكن ناكله اذا انا كنت على نظام الكيتو وانا كنت بدي افطر. وذن الفيديو راح احكي معلومات شوي عن الكيتو. كان الكيتو هو دهون بنسبه كبيره، وكابس بنسبه ضئيله، وسكر بنسبه زيرو. انت اذا كنت شخص بيمشي على نظام الكيتو، فانت بدك تطلع من حياتك الخبز، بدك تطلع من حياتك الحلويات، بدك تطلع من حياتك البيتزا، بدك تطلع من حياتك اي شيء هو مصدر للنشويات ومصدر للسكر. الحبوب بدك تطلعها اللي هي بقوليات، بدك تطلعها بكل اشكالها من حياتك. هدول الانواع الاكل اللي انت لازم يطلعوا من حياتك. الخضار والفواكه ما راح تاكلهم غير every now and then، يعني كل فتره معينه راح تاكل شويه خضار وفواكه. خلال اليوم راح تاكل شويه خضار وفواكه، راح نحكي شو هم ونحكي شو الانواع المسموحه انك تاكلها بكثره اللي تزودها. المي بدك تكثر المي، وبدك تاكل من انواع الاكل اللي هي مصدر للدهون بشكل قوي وما بتعطيك كابس بنسبه كثير عاليه. اذا انت اليوم بلشت كيتو فشو اللي لازم تعمله؟ اول شيء اليوم ما بدك تتعشى، واذا تغديت تتغدى غدا خفيف ما يكون كثير ثقيل على المعده، لغايه انه احنا بدنا نخفف مصدر السكر الداخل على المعده، ونحاول في اليوم الثاني تكون نسبه السكر الموجوده عندي في الجسم اقل من اليوم اللي انا موجود فيه. وصلت للعشاء ما تعشى اليوم، اشرب مي، حط راسك وناب، اصحى ثاني يوم الصبح. اول ما تصحى ثاني يوم الصبح بدي اياك تاخذ شغله يكون، او تاكل شغله تكون مصدر للدهون وما تفطر. يعني فعليا اذا كنت بدك تتناول شيء سناك سريع الصبح، فانت ممكن تتناول بيضه مسلوقه. طبعا اليوم انا بس بحكي اول يوم هو بس بيضه مسلوقه، بعد هيك راح نزيد الكميه. بيضه واحده مسلوقه ممكن تاخذ معها شيء بسيط جبنه وذاتس ات، وتشرب مي، تحمي حالك وتطلع على دوامك او تطلع على جامعتك او على شغلك او على المكان اللي انت رايح عليه. معناته احنا اليوم الاول اللي بلشنا حكينا هو اليوم بدنا نبلش في الكيتو. اذا ما تغديت انا بكون كثير مبسوط، واذا تغديت شيء بسيط وما تعشيت بكون برضه مبسوط. ثاني يوم الصبح رح نصحى يكون الجسم عم بلش يستهلك من السكر اللي اوريدي موجود فيه. مبدا الكيتو انه انت جسمك اصلا متعود انه يستهلك سكر، مستعود انه دائما يحرق سكر ليحوله لجلوكوجين او جلوكوجين او جلوكوز، وهذا الجلوكوز بيستخدمه عشان يحصل الجسم على الطاقه.
اليوم في الكيتو انت ما بدك تعتمد على السكر، لا انت بدك تعتمد على الدهون. الجسم يبدا يعمل حرق للدهون ويتحول الجسم ل بيرنينج ماشين، آلة حرق لهاي الدهون بكل الأوقات، فيحول الدهون للأشياء الأبسط اللي راح يقدر الجسم يستخدمها كطاقة، واللي بتتسبب في هاي المرحلة كيتوجين. كيتو جين، فأنت بدك تستعيض عن الجلوكوز المصدر السكر والكابس وإلى آخره. كيف؟ إني أنا آخذ السكر من الجسم، أخلص الجسم منه وأدخل على الجسم الدهون. فأول عملية حكيناها إنه أنت راح تصحى الصبح تاخذ أكل أو سناك بسيط يكون هذا هو عبارة عن مصدر الدهون. إيش الأشياء اللي أنا ممكن اليوم إني أنا أكلها بفطوري وتكون ضمن النظام الغذائي اللي أنا قاعد بحكي لك عنه؟ أي إشي مصدر دهون وقليل من الكربوهيدرات. المرحلة الأولى راح تبلش إنك أنت تحاول تقرأ إيش القيم الغذائية للأكل لحتى تفهم شو اللي قاعد بصير، وهذا الإشي اللي أنا مريت فيه بأول فترة. كان عندي شوي مشكلة إنه طب مين مصدر دهون عالي ومصدر كابس قليل؟ اليوم احنا كلنا نفطر جبنه، فانت اذا اخذت مثلا هاي الجبنه السلايسز كلنا بنعرفها، او جبنه الكيري، جبنه المثلثات، اي نوع جبنه. انا اليوم هذول الاشياء اللي من الثلاجه يعني اللي عندي، فانت فعليا اذا اطلعت على القيمه الغذائيه الموجوده على اي نوع من الجبنه راح تلاقي انه هي مصدر للطاقه، وهي مصدر للبروتين، هي مصدر للكاربس، مصدر للدهون. لكن اذا تطلع بتلاقي اعلى نسبه من المصادر او المعلومات الغذائيه موجوده في الجبنه هي الدهون بنسبه 25 جرام لكل 100 جرام من هذا الشيء اللي انت راح تاكله. بحسبه سريعه اذا طلعت عليها راح تلاقي انه الوزن الصافي هذا 200 جرام، فاذا انت هذول 10 شرائح فيها 200 جرام، فانت الوحده اللي عم بحكي عنها هون في الكميات الغذائيه او الفاليوز الغذائيه الموجوده بهذا الباكيت هي لكل 100 جرام، فانت عم بحكي لك عن الخمس حبات. اذا الخمس شرائح هدول راح تاكل منهم، فانت الخمس شرائح اذا استهلكتهم خلال يومك فانت بتحصل على دهون نسبه 25 جرام، كربوهيدرات نسبه 16 جرام، وعندك فيها سكريات 3.5 جرام، بروتين 16 جرام. هلا الحسبة هون مش كتير دقيقة، إذا أنت أكلت هيك ما بيكون الوضع عندك صحيح 100%، لا أنت بدك تعمل نسبة دهون أعلى، يعني بحسبة بورقة وقلم بشكل كتير سريع. أنا عندي مثلا أكلت let's say 100 جرام جبنة، هذول 100 جرام جبنة أعطوني 25 جرام دهون، 16 جرام بروتين، وأعطوني كربوهيدرات 3.5 جرام. فانت فعليا هيك بس بنسبة سريعة، اذا انت بدك تحسب النسب لبعض، انا حكيت لك لازم الدهون تكون نسبة 75% والبروتين نسبة 20% والكاربس نسبة 5%، فبحسبة سريعة مجموعة انا كل هدول الجرامات مع بعض اللي دخلوا على جسمي اليوم 44.5. عشان تحسب النسب تبعتك انت فعليا من ال 44.5 البروتين ماخذ تقريبا الثلث، فانت عم تحكي عن 33%، فهي نسبة عالية. لا كان لازم انا ازيد شوي دهون، عشان ازيد شوي دهون باخذ اشي تاني ممكن تبروفايد دهون، ممكن الزبدة. هلا الزبدة هاي اذا انا بطلع على القيمة الغذائية تبعها راح الاقي انه انا عندي هون لكل 100 جرام راح يعطيني بروتين بس 0.6 جرام، فهي مصدر كثير منيح للكيتو، وراح يعطيني كربوهيدرات بس 0.7 جرام، فكل 100 جرام بس 0.7، والدهون راح تعطيني 82 جرام. فانا هاي ممكن اخذ منها، هلا انا محتاج عشان اخلي النسبة احسن انه 16% هاي بدي اياها تكون رقم يساوي 20، او 16 جرام اكون بدي اياها رقم يكون 20% من الدهون اللي انا اكلتها، او من نسبة الوجبة كاملة اللي انا اكلتها. فانا لو رفعت مثلا، خليني احسب على التليفون بشكل سريع، فانا بدي مجموع الاشي اللي راح اكله يكون 80. انا اللي جمعته هون هو كان 44.5، 80 جرام دهون. انا عشان اخذ 80 جرام دهون انا ممكن اكل من هاي 50 جرام يمكن زبده، وهي شيء مش كتير كبير، او 25 جرام ممكن تعدل النسبه، واقلل شوي من الجبنه اللي راح اكلها. فهي فعليا عباره عن نسبه وتناسب بين الاشياء اللي راح تاكلها. طب هلا فعليا هل انا راح اقعد كل ما بدي اكل اعمل حسبه هاي؟ ديفينتلي لا. انا بحكي لك انه انت راح تروح اول يوم يومين ثلاث اسبوع راح تطلع على الزبده تلاقي ان هي مصدر للدهون كتير عالي، والموست زيرو الكاربس، والموست زيرو البروتين، سو هاي راح تصير مصدر لدهون عالي. اذا طلعت مثلا على جبنه الكيري كلنا بناكلها، اذا طلعت هون راح تلاقي انها مصدر للبروتين لكل 100 جرام بس 8.5. انا هلا مش حافظ النسب، انا عم بطلع عليهم معك، واذا طلعت على الدهون راح تلاقيها 29.5،
فهون في عندي نسبة عالية من الدهون، نسبة قليلة من البروتين، والكاربس بس 2 جرام. فهلأ صفين عارفين انه الجبنة الكيري من الجبنة الثانية اللي هي السلايسز هاي الموجودة، لا جبنة الكيري هي مصدر الدهون بشكل اكبر من جبنة السلايسز. فأنا لا راح اروح مع هاي الصبح مع نسبة اقل من الزبدة. واذا طلعت في عندي كمان اشياء ممكن افطر عليها، كلنا بنعرف التركي او صدر الحبش، كلنا بنعرف المرتديلا، كلنا بنعرف المرتديلا للحم والمرتديلا للدجاج. هدول كلهم مصادر انت ممكن تاخذ منهم وجبة الفطور. وباي ذا واي، لانك انت عم تفطر اشي مش عم بيكون معه خبز، سو انت راح تشبع او راح خلص يعني انه تزهق، بدي راح تاكل لك من ثلاث وخلص، انت معدتك ما راح تاكل اكثر، واللي كنت تعمله قبل ما راح تضلك تعمله هلا. يعني انت قبل كنت تاكل كميات كبيره، معك خبز، انت بتكيف على الطعام، معك كثير انواع لاطباق موجوده، فانت لو اخذت من كل طبق لقمه فانت فعليا اكلت كثير، المعده ما بتلحق تحس انها شبعت، مع انها فعليا بتكون شبعت قبل ما انت تخلص اكل. فجاه بتستوعب انه انت دخلت كميه كبيره على جسمك من الاكل، وهذا اللي بوصلك لحاله التخمه. هاي الحاله اللي انت اصلا ما راح توصل لها مع الكيتو، لانه انت فعليا راح تاخذ بس الاشي اللي انت محتاجه. ففعليا اليوم احنا عرفنا ايش الاشياء اللي انا ممكن افطر عليها. حكينا ممكن افطر اشي بيض مسلوق، جبنه تكون مصدر للدهون، زبده هي مصدر للدهون، تركي، وممكن سنيوره، ممكن اذا بدك لبني ممكن تاكل لبني اشي بسيط، لكن اللبن بدك تطلع على نسبه الكاربس بالنسبه للدهون الموجوده فيها بالنسبه للبروتين، فبدك تعمل هذه الاكسرسايز الصغير. بدك كمان ممكن تاكل لبنه او لبن. طب انا شو ممكن اشرب؟ الاشياء اللي ممكن تشربها عادي، البيبسي، السفن، الميرندا، الفانتا، وات ايفر نوع المشروب الغازي اللي انت بدك اياه، بس لازم يكون دايت او زيرو، سواء من ناحيه السكر او الاشياء الموجوده فيه. فانا بفضل انك انت تروح مع الدايت، فهو بيكون ما في هو مش عباره عن مصدر للسكر. ايش اشياء كمان ممكن تشربها او ممكن تاكلها؟ الخضار والفواكه، الاشي اللي منها لونه اخضر واخضر غامق فانا بنصح انه انت راح تروح معه، ما راح تروح ولا مع اي شيء خضار تانية، راح تروح بس مع الاشياء الورقيه انا بنصح كمان. وهذا طبعا اللي دلنا عليه برضه زميلي او صديقي احمد عويس، وبنفس الوقت اللي هو راح تقراه على كثير ريسورسز. لازم تروح مع الاشياء الورقيه الخضراء زي الجرجير، زي البقدونس، زي البروكلي، هذول الاشياء الخضراء اللي بتنمو فوق الارض. وهدول الثلاث اللي انا حكيتهم بالاول ينصح فيهم بشكل كتير كبير، اتليست في اليوم بدك تاكل ما مجموعه ضمه واحده من البقدونس بلس الجرجير. اذا بدك تدخل خس ما عندك مشكله، بس كل الجزء الاخضر مش الجزء الابيض اللي هو اللب. والبروكلي اذا اكلت جزء منها، يعني انت بتعرف البروكلي بتشتريها عباره عن حبه او عباره عن وزن معين، انت اذا اكلت الحبه الصغيره قسمتها وستويتها واكلتها فهذا بيكون جدا مناسب. ليه راح تاكل هاي الاشياء الخضراء؟ عشان معدتك ما تتعب من اكل اللحوم والدجاج، تكون في اشياء برضه بتريح المعده. وكمان ينصح في الافوكادو بشكل كثير كبير. فانت فعليا بدك توازن بين هاي الوجبات، انت افطرت واكلت هذا الاكل فانت لازم تاكل معه شوي من الخضار والفواكه خلال اليوم. اذا انت بدك تاكل، اذا انت شخص من اللي بيحبوا البندوره او الخيار فانت عادي ما عندك مشكله إذا أكلت لغاية حبة بندورة لغاية حبة خيار خلال اليوم. واللي بتطلع بيحكي حبة واحدة يا زلمة، فعليا أنت يمكن في البيت بتلاحظ أنه الوالدة عم تعمل كميات السلطة بشكل كتير كبير، عم بتحط 3-4 حبات بندورة، 5-6-7 حبات خيار، بس أنت عبارة عن 5-6 أشخاص في البيت، فإذا حطيتوا 4 حبات بندورة بلس 5 حبات خيار فأنت طلع لك أصلا نسبتك أقل من حبة. فأنت خلال اليوم إذا أكلت من نص حبة لنص حبة لحبة بندورة فهو الوضع كتير جيد. إذا بدك تاكل خيار فمعك لغاية حبة خيار، والوضع كتير جيد وما اختلف عليك شيء من هاي الناحية، سواء كنت قبل الكيتو أو بعد الكيتو. الإشي اللي عم بيختلف عليك اليوم هو إذا أنت شخص محب للخبز فأنت راح ما تاكل خبز بالمرة، لا تاكل خبز أبيض ولا خبز أسمر ولا خبز حبوب ولا أي نوع خبز، لأنه هو مصدر للسكر وهو مصدر للكربوهيدرات. فنحن بدنا نبعد عن هدول الأشياء سبيشالي الفترة الأولى من الكيتو. الفترة الأولى من الكيتو هي عبارة عن شهرين لشهرين ونص، بعديها رح نحكي عن البريك احنا شو رح نعمل فيه. والبريك بيطلع لك بريك مرتب، بريك محترم، يعني بيطلع لك بريك اسبوع زمن، اسبوع لاسبوعين، فانت فعليا حرمت حالك منه رح تقدر ترجع تعوضه عادي، رح خليك تاكل سكر وحلويات وخبز وبيتزا واللي بدك اياه رح تاكل. هلا هذا الفيديو كان مخصص للافطار، فهذه وجبه الافطار اللي انت ممكن تاكل منها. بليز نكثر من المي، كثر بشكل كثير كبير، اشرب مي خلال اليوم. يعني انا بهمني انك انت تشرب من 8 إلى 10 كاسات مي كبار
او انك انت يعني توصل 3 لتر بلس هدول اللي راح تشربهم خلال اليوم. بفضل انه انت تزيد شوي نسبة الملح على الاكل تبعك، مش تعبي الدنيا بس تزيد شوي نسبة الملح علشان يكون مصدر للصوديوم، مصدر للعناصر اللي راح شوي تقل عندك من انك انت ما عم تاكل خضار وما عم تاكل فواكه. طب من الفواكه شو بقدر اكل؟ راح احكي ليتر اون عن الفواكه بالتفصيل، بس حكيت لك اليوم خليك مع الافوكادو، بعدين نحكي عن الاشياء الثانيه اللي انت راح تقدر تاكلها. هيك بنكون حكينا عن وجبه الفطور، في الفيديو الجاي راح احكي عن وجبه الغداء ان شاء الله. خلينا نبلش مع بعض، اقرا منيح عن الموضوع، اسمع الفيديوز اللي بحكيها، اذا لسه ما اشتركت في القناه فاشترك في القناه لانه راح تصير تجيك نوتيفيكيشنز كثير عن الموضوع، وان شاء الله انه مع بعض توصل للإشي اللي بدك اياه. سؤال كثير مهم، ليش جاسر دخل بهذا الموضوع؟ ليش جاسر طالع عم بحكي عن هذا الموضوع؟ لانه انا قبل هيك ما كنت بآمن في اي نوع رجيم، باي ذا واي ما كنت انا من الناس اللي ممكن يعملوا رجيم. كل الناس اللي بيعرفوني هلا لو حضروا هذا الفيديو كلهم راح يصيروا يضحكوا انه معقول جاسر عمل رجيم، ومعقول جاسر استمر عليه، ومعقول جاسر طالع عم بحكي عنه. يس انا طالع عم بحكي عنه لانه انا اللي حكى لي عنه صدفه، واللي حكى لي عنه لانه هو شخص بحبني وبعزني وانا بحبه وبعزه، حكى لي عنه لانه هي كيرز اباوت مي، ولانه اي دو كير للناس اللي بعرفهم، للناس اللي هلا عم تهتم في الموضوع، اي دو كير فور اول اوف يو. ففعليا انا بلشت احكي بهذا الموضوع لانه فعليا ما في اي مصدر عربي بيحكي عن الموضوع بشكل كثير عميق، وان شاء الله بنكون راح يفيدكم هذا الموضوع ويعطيكم الف